أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مؤشر النيل، نتعرف خلالها بالرصد والتحليل على أداء سوق المال المصرية التي تراجعت مؤشراتها بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجيك 30 بنسبة 2% لينهي التعاملات عند مستوى 9685.88 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 1.9% ليصل إلى 2193.7 نقطة، كما انخفض مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 78% ليصل إلى 3111.95 نقطة. وعلى صعيد القطاعات الأكثر تداولا في البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم، فقد جاء قطاع العقارات على رأس القطاعات الأكثر نشاطا بنسبة 21.87%، وحل قطاع البنوك ثانيا من حيث التداولات بنسبة 19.99%، واستقر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثالث من حيث التداولات بنسبة 12.60%. هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 877 مليون جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 684 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية وصلت إلى 4.1 مليار جنيه. للمزيد من التحليل والتوضيح لأداء البورصة المصرية اليوم والاقتصاد المصري ككل، ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ وائل عنبة خبير أسواق المال. أستاذ وائل مساء الخير. أهلا مساء النور. أهلا إزي حضرتك؟ الحمد لله أستاذ محمد. مش بورصة بس، اقتصاد، وده أهم حاجة لأنها شغلة الشعب كله، ومش في مصر بس، كل في العالم كله. العالم بيمر بأزمة كبيرة قوي، فكل مهتم رايحين فين. لازم نستثمر وقت حضرتك ووقت الحلقة في كل الأسئلة اللي معانا النهاردة بعد هذا التقرير. أسئلة كثيرة في البورصة المصرية والاقتصاد المصري والعالمي مع الأستاذ وائل عنبة خبير أسواق المال بعد هذا التقرير. في ثاني جلسات الأسبوع واصلت الحركة النزولية سيطرتها على مؤشرات البورصة المصرية في دلالة على تراجع أغلب أسهمها لدى إغلاق التعاملات. البورصة تأثرت بعمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب، قابلت عمليات شراء من المستثمرين المصريين والعرب لم تفلح في تغيير دفة المؤشرات نحو الصعود. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 877 مليون جنيه، ليصل إلى 680.499 مليار جنيه، بعد تداولات كلية تجاوزت 4.183 مليار جنيه، نحو 916 مليون جنيه منها تداولات في سوق الأسهم، وأكثر من 2.339 مليار جنيه تداولات في سوق نقل الملكية. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجيك 30 انخفض هامشيا بنسبة 2%، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 1.9%، وطالت التراجعات مؤشر إيجيك 100 الأوسع نطاقا بنسبة 78%. اللون الأحمر غطى معظم الأسهم المتداولة، حيث هبط 89 سهما من 195 سهما جرى التداول عليها، بينما صعد 29 سهما واستقر 77 سهما عند أسعار إغلاقاتهم السابقة. محللون ماليون رأوا أن البورصة ما زالت تعاني من غياب المحفزات والأخبار الداعمة، مشيرين إلى أن الصعود الانتقائي يهيمن على قطاع البتروكيماويات. وأضاف المحللون إلى أن من بين العوامل الإيجابية التي ظهرت مؤخرا تراجع مبيعات الأجانب في سبتمبر الماضي، فضلا عن الحركة الشرائية القوية من المؤسسات المصرية. الأسئلة جميعها مفتوحة الآن مع الأستاذ وائل عنبة خبير أسواق المال. أستاذ وائل، نبدأ الشق الأول، البورصة، البورصة المصرية، كيف تقرأ التراجعات التي حدثت اليوم؟ يمكن البورصة احنا بنعيش حالة ترقب بقالنا فترة طويلة جدا، بسبب ان نفس الأحداث الاقتصادية عالميا ومحليا متغيرة بشكل كبير ومتقلبة، ما بين رفع سعر فايدة في أمريكا، ما بين إعلان التعبئة في روسيا والمشكلة بين روسيا وأوكرانيا، وما بين عندنا في مصر
اجتماع البنك المركزي وتثبيت سعر الفايدة ورفع الاحتياطي الإلزامي وسعر الدولار إلى أين، كل الحاجات دي مخليها البورصة في حالة ترقب. فأصبح تحليل السوق بيتم يوم بيوم، النهاردة متوقعين ننزل فبننزل، بكرة متوقعين نطلع فبنطلع، بس ما نقدرش نقول على المدى الطويل احنا رايحين فين في الوقت الحالي. هيفضل وضع متذبذب إلى أن تنتهي الاتفاق مع صندوق النقد، ينتهي معالجة موضوع سعر الصرف، الحاجات دي كلها يبقى لها تأثير إيجابي على السوق بعد كده. بس الترقب دي، الترقب اللي حضرتك اتكلمت عنه ده طول شوية، وأعتقد أنه هو عامل تذبذب للبورصة، يوم ارتفاع يوم استقرار ويوم انخفاض. صح، يعني ما فيش مؤشر ثابت تقرأ به البورصة سوق المصرية أو سوق المال المصري، لأن السوق بيتأثر بأحداث كبيرة بعيد عنه. يعني احنا لسه بنقول في أحداث عالمية قوية جدا بتخلي نفس بورصات أمريكا أكبر بورصة في العالم تتذبذب بشكل كبير. يعني يوم الخميس والجمعة اللي فاتوا كانت هابطة بشكل كبير، النهاردة قبل ما أدخل لحضرتك على الهواء كانت صاعدة، وده أول يوم في تداول الأسبوع الجديد. فالذبذبة دي بتنعكس أيضا على بورصات العالم. يعني مش مصر بس؟ لا مش مصر بس، ولا المنطقة كلها، ولا المنطقة. يمكن المنطقة عندها ميزة على فكرة، المنطقة العربية البترول، البترول ده اللي سندها، ده اللي سندها. وبعدين البترول بدأ يطلع النهاردة في اجتماع لأوبك هذا الأسبوع، وبناء عليها يخفضوا الإنتاج، فسعر البترول بدأ يزيد بشكل كبير، وبناء عليه ارتفعت البورصات العربية النهاردة كلها بسبب ارتفاع سعر البترول. المؤشر الثلاثين والسبعين، والثلاثين احنا قلنا هو بيحتوي على الأسهم الثقيلة الوزن، حركته ذبذبتها ضعيفة ويمكن بتتجه لأسفل. احنا بنشوف هبوط بقالنا فترة لأنه ما فيش قوة شرائية تقدر تسند السوق، حتى المؤسسات اللي موجودة سيولتها قلت بشكل كبير، ودخولها بقى دخول مضارب وليس مستثمر. على العكس اي جي اكس 70 شهيت المخاطرة عند الأفراد ارتفعت، اي جي اكس 70 جواه أسهم الأفراد بشكل كبير، شهيت المخاطرة ارتفعت جدا، فبدأوا يضربوا على ورق كتير. وشفنا في خلال الشهرين اللي فاتوا دول من شهر 9 وأغسطس من بعد تغيير رئيس هيئة الرقابة المالية، في بعض الأسهم صعدت بما يوازي 100% أسهم أفراد جي اكس 70. فشهيت المخاطرة ارتفعت، بس برضو لازم نيجي في نقط وننور اللمبة الحمراء، لأن ساعات الارتفاعات العمودية ما بتبقاش صح، بيعقبها هبوط عمودي، فلازم ننور اللمبة الحمراء في بعض الأوقات. لكن بوجه عام السوق ما زال رخيص. ليه في الفترة الحالية رغم ان في استحواذات عربية واتجاه من صناديق عربية للبورصة المصرية، ولكن ما فيش ارتفاعات نقدر نقول عليها البورصة المصرية بترتفع؟ كويس جدا السؤال ده، لان هما مش داخلين شراء حر في السوق، هما داخلين شراء صفقات مع الدولة. انا هاخد حصة في اسكندرية لتداول الحاويات، فالدولة هي البائعة والمشتري صندوق الامارات او صندوق السعودية. أنا هاخد حصة في سهم كذا، شراء للدخان، بتاخد حصص، ما بياخدوش تداول حر من السوق، فعشان كده مش مأثرة في السوق نهائي، رغم المبالغ اللي دخلت مش قليلة. يعني في من شهرين الإمارات اشترت أسهم ب 30 مليار جنيه مصري، بس كانت صفقات. الصندوق السعودي اشترى بنك واشترى بعض الأسهم، بس هي صفقات. إمتى بقى تأثر؟ إحنا كان عندنا في فترة من 2003 ل 2006 مع بداية صعود الأسواق العربية كان في سيولة بتيجي مصر بشكل كبير جدا، وبتخش تضرب في البورصة بشكل كبير على التداول الحر اللي موجود. فشوفنا ساعتها صعود كبير للبورصة، شوفنا ساعتها تحويل أموال من العرب إلى البورصة المصرية بشكل كبير، كونت ساعتها الاحتياط النادي اللي بلغ 33 مليار دولار. فإذا حتى الآن هم مش مؤثرين، لأن هم بيشتروش تداول حر، هم بيشتروا صفقات. ليه السبب؟ ليه صفقات مش تداول حر؟ إيه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم صفقات بيشتري من الدولة، فحصيلة البيع مين اللي هتاخدها؟ الدولة. واحنا عندنا عجز موازنة كبير، عندنا مشكلة في الدولار، فبيع الحصص دي بيتم للأشقاء العرب بالدولار الأمريكي، فعشان كده بيتم مع الحكومة مباشرة، غير لما يتم من تداول حر. انت بتبيع انا ببيع غيرك بتبيع، فده بيبقى تداول حر. وحتى الآن مفيش فلوس بدأت تتوجه للسوق كتداول حر، كل الفلوس اللي جت صفقات. في بداية العام كان في صفقة على سودك، شركة الدار العقارية، فبتشتري صفقة. كان في من الشهر الماضي صفقة على أحد البنوك،
الصندوق السعودي اشتراه. فالصفقات دي عشان الحصيله بتاخدها الدوله بتعالج بيها عجز الموازنه. فالبورصه مش حاسه بيها؟ مش حاسه بيها طبعا، لانها بتتم على الجنب، مش في جوه السوق. اخيرا في البورصه المصريه، عايز اخد وجهه نظر حضرتك في الاسهم القياديه وحجم السيوله. احنا عندنا مشكلة ازلية في البورصة المصرية، تكوين مؤشر اي جي اكس 30 وكنا اتكلمنا مع حضرتك كتير قوي عليه، ما زال بيتأثر بالسهم القيادي البنك التجاري الدولي. صعد كل اي جي اكس 30 بيصعد، هبط كل اي جي اكس 30 بيهبط. فدي لابد من ادارة البورصة الجديدة وادارة الهيئة الجديدة تفكر في حل بحيث وزن اي سهم جوه المؤشر ما تخطاش 15%، عشان ما يكونش له التأثير المحتكر زي البنك التجاري ما هو محتكر المؤشر. اي جي اكس 70 زي ما قلنا ورق مضاربه، والافراد شهيتهم بتزيد يوم عن يوم، والمكسب بيجمد القلب، فالافراد لما بتكسب قلبها بيجمد فبتضرب اكتر، ولكن بتيجي واقعه تاخد كل اللي عملوه في شهر بيروح في يوم، وده حصل من اسبوعين كده. فلذلك احنا بنحذر برضو، رغم ان المضاربات شيء جيد لاسواق المال عموما، ولكن نضرب بحذر. في اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير تثبيت سعر الفايدة، ولكن الحاجة اللي المعظم ما كانش فاهمها الاحتياطي الإلزامي من 14 ل 18. يعني إيه احتياطي إلزامي؟ سؤال جميل. الاحتياطي الإلزامي ده البنوك كل 100 جنيه يخش البنك بطلع منه 14 جنيه أوديه للبنك المركزي وديعة بدون فايدة. دلوقتي رفع البنك المركزي النسبة دي بقت 18%، فكل 100 جنيه تخش جوه البنك اطلع منها 18 جنيه واوديها البنك المركزي بدون فايده. ليه؟ ايوه، لان البنك المركزي بيضمن ودائع البنوك بالكامل بنسبه 100%، في مقابل كده بياخد الاحتياطي الالزامي من البنوك. في بعض الدول اللي حوالينا ما بتضمنش ودائع البنوك، لذلك ما بتحصل هزه بيحصل افلاس. لكن احنا عندنا الفلوس دي بتروح على المودعين، او بتضمن الودائع بنسب 50% 60%، فانت لو ليك 100 جنيه هيضمنك في 50 بس. طب احنا التجربه دي جت بعد في نهايه الثمانينات، كان في بنك عالمي اسمه بنك الاعتماد والتجاره لندن، حصل فيه مشاكل وافلس وكان له فرع هنا في مصر. فالفرع ده حصل فيه هجوم من المودعين عشان تسحب ودائعهم. طبعا صعب ان البنك يطلع كل الودائع في وقت واحد. فاللي غطاه في الوقت ده كان بنك مصر واشتراه. ومن هنا اصبح الاحتياطي الالزامي ده مهم جدا، ان البنك المركزي بيغطي ودائع كل المودعين لدى كل بنوك العامله جوه مصر. ده شيء مطمئن طبعا جدا. ليه اتاخذ القرار ده في التوقيت الحالي؟ اتاخذ لاكثر من سبب. اول سبب، البنك المركزي عايز يمتص السيوله اللي في السوق. فقبل الاجتماع امتص حوالي 600 مليار جنيه ودائع، 100 مليار في 100 مليار كان بيمتصها من البنوك في عطاءات. جه في الاجتماع ده رفع النسبه من 14 ل 18. تأثيرها هيكون كالآتي: الودائع اللي جوه البنوك 6.5 تريليون جنيه، مش كلها خاضعة للاحتياطي الإلزامي. اللي بيخضع الذي لا يخضع هو شهادات الادخارية 3 سنين فأكتر. أقل من 3 سنين لا تخضع؟ أقل من سنة تخضع. أقل من سنة؟ أقل من سنة تخضع. طب الودائع اللي أقل من سنة جوه البنوك دي حوالي 3.5 تريليون من 6.5 تريليون. فلو احنا رفعنا الاحتياطي الالزامي من 14 ل 18 معناه بنمتص من الودائع دي 150 مليار جنيه بنوديهم للبنك المركزي. فده استمرار لامتصاص السيوله عشان يحارب التضخم. طب البنوك هنا هتعمل ايه؟ قصادها حل من اتنين: يا اما تنشط الشهادات الادخاريه وتصدر شهادات جديده، وده اللي بنسمعه في الوقت الحالي. تمام، وتصدر شهادات جديده باسعار فايده مميزه عشان الشهادات دي معفاه من 100 جنيه من الاحتياطي الالزامي. فال 100 جنيه انت بتوظف ال 100 جنيه. يبقى دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان البنك هيضطر يرفع فايده الاقراض اللي بيديها للمقرضين مقترضين. فهنا البنك المركزي مرر سعر الفايده الى البنوك تنافس بعض. اللي عايز يرفع ربع يرفع، اللي عايز يرفع نص يرفع، اللي مش عايز يرفع ما يرفعش. فده عشان يغطي التكلفه اللي زادت عليه بتوظيف الاموال، بدلا من يوظف 86 جنيه هيوظف 82 جنيه. وده اللي متوقع في الفترة الجاية حسب ما بنقرا في بعض المواقع الاقتصادية، ان في شهادات ادخارية في الفترة المقبلة. تمام. في شهادات ادخارية بالفعل البنك الاهلي وبنك مصر اصدروها بالجنيه المصري. ورفعوا فيها الفايدة لغاية 14%. بس دي من فترة.
لكن في دلوقتي كلام ان هيصدر الشهادات الداخليه للدولار بسعر فايده مميز جدا، وده اللي احنا محتاجينه. احنا محتاجين ودائع دولاريه اكتر نغذي بها الاحتياطي النقدي اللي عندنا في البنك المركزي. هل انت مجبر تعمل شهادات ادخاريه على الدولار بفايده مرتفعه علشان اللي بيحصل في العالم ورفع الفايده في الفدرال الامريكي، ولا علشان دي الخطوه الصح في هذا التوقيت؟ سببين، السبب انها خطوه صح ده ولكن بسعر فايده مميز لسبب. امريكا عماله ترفع، النهارده 3.25 وعندها اجتماع في نهايه الشهر ممكن تخليها 4.25، هي مستهدف تبقى 4.6، ده اللي قالوه في الاجتماع الماضي ان هو رفع الفايده ومستهدف الرفع حتى 4.6. فانت هنا بقيت مجبر بتعمل الشهاده الداخليه ب 5% لما فوق في الدولار عشان تعمل عنصر جذب، لان عندك البنش مارك بتاعك اللي هي الفايده الامريكيه بقت 4 وشويه، فلازم تعلى عليها. فعشان كده بتوقع تصدر شهادات ب 5% واكتر. الاجتماعات الاخيره مع محافظ البنك المركزي واخرها اجتماع سياده الرئيس مع محافظ البنك المركزي، الهدف ضخ استثمارات اجنبيه جديده. ايه الشكل اللي ممكن نجذب بيه استثمارات اجنبيه جديده؟ احنا في محاولات شديدة جدا في الفترة الحالية لتحسين صورة الاقتصاد المصري لدى الكل، وان يبدأ يخش لك استثمار مباشر، وده اللي احنا عايزينه. التضخم مش هيقل الا بزيادة العرض، وليس بان انا اسحب فلوس من السوق عشان اقلل جانب الطلب، لا، ازود جانب العرض. فبدأ يبقى في دعوة من الرئيس لمؤتمر اقتصادي في نهاية هذا الشهر، في دعوة من الرئيس لدعم الصناعة بشكل كبير، في دعوة من الرئيس للبنك المركزي باستمرار المبادرات اللي كان بيعملها، انه يدي بسعر فايدة مميز مقابل مثلا مشروعات صغيرة ومتوسطة، قطاع السياحة، الحاجات دي البنك المركزي مطالب يعملها اليومين دول عشان ينشط هذه القطاعات، وبالتالي يبدأ يفكر مستثمر اجنبي يخش يستثمر في مصر في هذه القطاعات. الدولار، الدولار ملخبط الدنيا، محدش عارف هيوصل لفين. دلوقتي رجعنا تاني بقى عندنا مشكلة سعرين للدولار، سعر جوه البنك وسعر بره البنك، ودي كانت مشكله 2016. البنك المركزي بيعالجها ازاي دلوقتي؟ ان هو عمال يرفع الدولار تدريجيا شيلين في 10 سعر كل يوم. بره في سعر اعلى من البنك، سعر التوازن هيحصل امتى ما اعرفش، ولكن انا هقول لك حاجه، السعر التوازني للدولار هيكون يوم موافقه صندوق النقد على صرف القرض. ساعتها الدولار بره البنك هينخفض، جوه البنك اهو بيرتفع، هيوصل لسعر توازني، وبس ساعتها عندك سعر واحد للدولار وده المطلوب. لحد ما يوصل لكده الدولار مساره ايه؟ صعودي؟ صعودي جوه البنك زي ما احنا شايفين، بس مش بقوه، صعود 10 سعر 5 سعر كل يوم، وبتوقع انها تستمر الارتفاعات دي الى مستوى 20 جنيه على الاقل، وساعتها نبدا نشوف التفاوض مع صندوق النقد وصل لفين. الخطوه الحاسمه هو التفاوض مع صندوق النقد، هيعمل سوق واحد. اعتقد ليه؟ لان ساعتها هتكون انت خلاص عالجت كل المشاكل اللي عندك، خصوصا مشكله الاعتمادات المستنديه اللي في البنوك. ساعتها في مستثمرين اجانب واقفين على الباب مستنيين يشوف انت هتوصل لايه مع الصندوق. اول ما توصل لحل الفيزياء هتخش السوق، سواء استثمار مباشر او غير مباشر، فهيبقى عندك فائض من الدولار يقدر تنزل بيه السعر في السوق السوداء ان هو يتوازن مع سعر البنك. ما اقدرش اقول عليها حلقه، اقدر اقول عليها محاضره. اشكرك، الف شكرا. شكرا استاذ وائل عنبه خبير اسواق المال، شكرا لحضرتك. شكرا استاذ محمد، الف شكر لحضرتك. مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقه النهارده، حلقه مميزه من مؤشر النيل. غدا باذن الله حلقه جديده، دمتم في امان الله، شكرا لكم.